السلام عليكم، كي دايرين بخير خوتي خواتاتي؟ كي دايرين بخير؟ بارك عواشركم ان شاء الله، بعيد عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. ايوا احنا معكم مع حلاوي العيد ان شاء الله. ايوا كيف ما درنا لكم الحلوه ديال رفايلة كيف ما شفتوها، ان شاء الله تكون راقت الاعجاب ديالكم. اليوم غندير لكم الحلوه روجيتا. روجيتا هذه اللي معروفه في سارايفو، كتمشي المقادير تقريبا بحال ديال البكلاوة اللي غادي نديروها ان شاء الله غدا يرقينا بالحياه، ولكن تختلف شويه. انت غادي تشوفي غتجي بحال الورده، ما عرفتش اسمها روجيتا، هذه معروفه في المنطقه. المهم اختي غادي نقول لك المقادير بلا ما نطول عليك الفيديو بزاف، غادي نقول المقادير كبيره ديال روجيتا. عندنا اختي كيلو ديال القرقع، اهو بعد ما طحناه كما كتشوفي كما كتشوفي القرقع طحناه. ايه عندنا اختي هنا كيلو ديال الورقه، الورقه ديال الفصيله كتجي 500، هي كتكون شريه الوحده فيها 500 غرام والاخرى فيها 500 غرام. غادي نوريك في الاخير وغادي على عينيك الميزان، غادي نشوفو واش غادي تجيب هي هذيك ولا هي هذيك، لان على حسب الواحد كيشوف في الوقت تاعي على حسب الخدمه ديالها، لان مشريه ماشي جالسه. ها هما هادي فيها 500 وهادي فيها 500 غرام كيلو كيف ما كتشوفي. وهادي هي اختي كيف ماش غادي نسقيو، كيف ما غادي نسقيو باش نعمرو هاد الروجيتا ديالنا الوقت، غادي نمشي فيها كيلو واحد كاس، الكاس اللي كتشوفو به اتاي الشاي هو واحد كاس ديال الصفار، فهمتي؟ الكاس ديال الزيت هو عبرنا الكاس ديال كتكون كتقولو نتوما الكاس ديال العنبه اللي كتشربو بها تاي، هو كاس ديال الصفار وكاس ديال الزيت نفس الكيسان يكونو بالكاس. غادي نعمرو بهم هذا سميتو القرقع ديالنا ان شاء الله، وغنديرو به خمسه ديال البيضات. هما هادي غادي تعمر القرقع اللي غادي تعمر الورقه من الداخل، خمسه البيضات، كاس ديال الزيت ديال العنبه كما كتقولو، وكاس ديال الصفار. هادي باش غادي نعمرو الورقه ديالنا روجيتا. وغادي نوريك اختي السيرو، السيرو كيفاش غنديرو، اللي هو القابضة، كنديرو حنا القابضة كيما كتقولو السيرو، اللي غادي نسقو بيه هاد الروجيتا في الأخير لما تخرج من الفراج. غادي نديرو هاهو كيفما كتشوفي عندنا الماء، هاهو عندنا متر ديال الماء، 700 غرام ديال الصفار، هاهي وحامضة وحدة، هاهي حامضة، حامضة وحدة. 700 غرام ديال السكر، نعاودو من قبل، ويترو ديال الماء، هادي هي السيرو ديالنا اللي غادي نسقيو بيه الروجيتا في الأخير بعد ما كتخرج من الفرن. خليك معانا اختي غنيك الطريقة باش نحضرو الروجيتا ديالنا. هانتيا كتشوفي اختي الطريقة، بسم الله على بركة الله. حنا غنبداو هذا الكيلو اللي قلتلك ديال القرقع ديالنا اللي طحناه، ها هو في الماكينة. وهنا خمسة البيضات بعد ما طربناهم، ها هما بسم الله غادي ندخلهم على الخليط، هذا هو الخليط ديالنا اللي غادي نعمرو به الورقة ديال الروجيتا ان شاء الله. ها هي كما كتشوفي، ها هما خمسة البيضات، وهذاك الكاس اللي قلتلك انا غتكون عندك القياس السكر والقياس ديال الزيت بحال بحال، يكون الكاس اللي كتشربي فيه كيكون نتوما كديرو كاس ديال العنبة، عندك القياس، المهم يكون عندك الكيسان نفس القياس. ها هو كاس ديال السكر كتشربي فيه الشاي، كاس اللي كتشربو فيها تاي، هما كنقولو كاس العنبة، أنا كنسمح ليكم وانتوما عارفين كيفاش كيمشيو. وعنا كاس ديال الزيت، هاهو الكاس اللي عبرنا به السكر نفس المقادير غنعبر به الزيت، كاس ديال الزيت. هذا الخليط إن شاء الله اللي غيمشي في الورقة ديال الروجيتا، ورقة ديال بحال الورقة ديال البسطيلة اللي كتكون مشرية، هاهي. بسم الله على بركة الله، غادي نخلطو العجين. هاهو كيلو ديال القرقع مطحون، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر نفس المقادير، يكون الكاس ديال السكر وكاس ديال الزيت نفس المقادير، عكاس واحد. احنا نخلطو العجين ديالنا بسم الله بشويه بشويه، وغادي نوريك الطريقه التاليه من بعد. هانتي اختي كما تشوفي اللي قلت لك انا كناخذوا هذا الخليط ديالنا اللي غنعمر به الورقه ديال روجيتا. هنا انت قلنا كما كتشوفي كيلو القرقع اللي خديناه وطحناه، ها هو وزدنا عليه خمسه ديال البيضات بعد ما طربناهم، واحد كاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر. الكاس اللي كتعبر به يكون السكر قد ديال الزيت، كاس ديال الشاي اللي كتشربوا بهم نتوما اتاي. هذا الخليط ديالنا
اللي غادي دابا غادي نعمر به الورقه. ها هي الورقه اللي غتكون مدهونه اللي خدي بالزبده اللي خديناها، خدينا 250 غرام ديال الزبده، ها هي 250 غرام ديال الزبده وذوبناها مع كيف ما كتشوفي 250 غرام ديال الزبده، ودوزنا معها 50 ملتر ديال الزيت، دابوا مع بعضياتهم 50 متر الزيت مع الزبده 250. ودابا غادي ندهنوا الورقه ديالنا كيف ما كتشوفي، وغنبقاو نعمروا. ها هو غنعمروا الورقه ديالنا داك الخليط ديال الكركاع كيف ما قلتيك، وغادي تشوف الطريقه. انتي اختي كيف ما تشوفي الطريقه ديالنا ديال روجيتسا كيفاش عمرناها، ها هو الكركاع ديالنا اللي قلنا لك الخليط ديالو راه ما عمرناها. كديري اختي ورقه لتحت كيف ما كتشوفي، حلي الورقه، كديري ورقه وحده خاويه وحده معمره، وكتعمري تتحطي وحده ثاني وكتعمري وكتحطي وحده ثاني وكتعمري. هذه هي الطريقه اللي كنعمر بها الورقه ديال روجيتسا. الورقه هي كيف ما كتشوفي اللي يديك هنا بحال الورقه ديال البسطيله المشريه من دكان
ودابا غادي نديرو كيف ما كتشوفي غادي نلوي بحال اللي كنديرو ديك البيتا اللي كيف ما ورينا لك ديال البوريك. كتثنى الوريقه بشويه بشويه، ها هي كيف ما كتشوفي كتثنى الوريقه غير بشويه صغيورين بحال الصبيعات صغار رقاق. هذه هي الروجيستا ديالنا اللي في سراييفو البوسنه والهرسك، ان شاء الله غتكون تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم كيف ما درنا لكم هذا الروجيستا اليوم. ان شاء الله دي حلوه العيد غادي ندير لكم ان شاء الله لقينا في الحياه غدا ندير البكلاوه. البكلاوه حتى هي في سراييفو. هذه هي الروجيستا كيف ما كتشوفي كيفاش كتنيها، كتجي بحال اللي كديري الروليت ديالنا، ها هي. وهذه هي الطريقه وغادي نوريك من بعد. انت يا اختي كتشي ما كتشوفي، ها هي الروجيتا ديالنا احنا اللي غادي نقطعوها دابا. خدينا واحد الطبسيل ولا كتقولي تي المول ديال الحلوه ولا الطاوه ديالك اللي كتمشي في الفران، ها هي دهناها بشويه ديال الزبده كما كتشوفي، ها هي دهناها بشويه ديال الزبده ودهني حتى الجناب ويكون المول عندك ولا الطاوه تكون شويه غارقه اللي غتمشي في الفران، لان من بعد غتسقي داك الحلوه غادي تسقى بالسيرو. وتنخدو الموس، واحد الموس ديالنا، وغادي نقطعو كل وحده على جهد ما يكون تقولي دفا جوج سنتيمتر، ما تكونش لا غليظه ولا هي رقيقه، تكون موين باش تجي زوينه حيت تكون طايبه راه غادي تسقى في الاخر. هذه هي الروجيتا ديالنا اللي كتكون على شكل ورده، انت غادي تشوفها من بعد، هما جوج سنتيمتر كتعبر باش يكون القياس، باش ما تجيكش وحده كبيره وحده صغيره ولا وحده كبيره ولا عاد ثاني داكشي كيجي موين كلشي قد قد. وراك قلنا لك الخليط كيفاش ديال الروجيتا اللي هو قلنا لك القرقاع وكيفاش المقادير تمشي معاه. علاش بغيت نقول واحد الطريقه باش ما تسالي عليها ممكن تقولي كيفاش يمشيو خمسه البيضات فداك داك القرقاع ديالنا في الخليط اللي قلنا لك عليه كاس ديال الزيت يكون بحال كاس هذاك اللي كتقول نتوما ديال العنبه ديالها، حتى يكون كاس والسكر بحال بحال قد قد يعني معنيتها. غادي تسولي على البيضه داك البيض شويه باش ما تيجيش داك القرقاع ناشف من الداخل، لان كاينين شي ناس حتى هنايا عندنا في المنطقه تيديروا القرقاع تيعمروا به البكلاوه ولا الورقه، القرقاع غير كيرشوا القرقيعات هما مطحونين ولكن تيجيو ناشفين. لا بد ما تدير داك البيض ولا كدير داك الزيت والسكر باش كتكون هذيك كي وريت كيفاش الطريقه كيفاش ما تيكون القرقاع تيكون شارب مزيان داك الشيء باش ما يكونش ناشف. وخليك حتى الطريقه النهائيه كيفاش كما كتشوفي الطريقه النهائيه ديال الروجيتا ديالنا اللي قلنا لك المقادير، وغادي نعاودو نكتبهم لك ان شاء الله في الوصف تاع الطريقه الوصف ديالنا صندوق الوصف. المهم انت شتي كيفاش خدينا السكين ديالنا قطعنا كل وحده كتكون فيها دفا جوج سنتيم، يعني حتى صغيره ما تكونش كبيره وتكون موين كل شيء يكون قد قد. وهو التفصيل كيف ما قلتي الصحن ديالنا ديال المول ديال الحلوه ها هو كيف ما كتشوفي. غنمشي دابا الفران بعد ما سخنا الفران 250 درجه الحراره، ومن بعد غادي نقصوا عليه شويه حتى 180 باش شويه طيب. في الاول تتكون شويه الحراره عاليه ومن بعد كتنقص، وانت غتشوفي. ومن بعد غادي نوريك كيفاش غنديروا السيرو ديالنا وغادي نسقيو به هذه الحلوه ديالنا اللي هي روجيتا. انت يا اختي كتشوفي الطريقه النهائيه ديالنا، ها هي روجيتا بعد ما الحلوه ديالنا خلينا دخلنا الفران، خلينا بعد باش كنا كنخدموا فيها خلينا الفران يسخن 250، ومن بعد كان الحراره ديال 250 نقصناها منها حتى 180. ها هي السيرو كيما كتشوفي ديالنا ولا الاكدا اللي درنا ايترو ديال الماء و700 غرام ديال السكر، واحد الحامضه مبشوره ها هي ترانشات ماشي مبشوره ترانشات مقطعين صغار. ايوا غادي نسقيو الروجيتا ديالنا ما يسمى الحلوه ديال الروجيتا سراييفو بالبوسنه والهرسك. راه المقادير وغنوريهم لكم نكتبوها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله، وان شاء الله يدخل لكم الصحه والعافيه الحلوه ديالي. وعيد مبارك سعيد، عواشكم مبروكه مسعوده،
وان شاء الله تكونوا بخير نتوما والعائله ديالكم وليداتكم. ايوا تجربوا هذه الحلوه ما دابينا تجربوها حتى هي. وغادي نوريكم ان شاء الله البكلاوه ديالنا غدا ان شاء الله الا بقينا في الحياه نديروا لكم البكلاوه. هذه هي حلاوه العيد عندنا في سراييفو بالبوسنه والهرسك. ها هي غادي تجي حتى ترونش وصافي ترونش معاها ترونش ايوا اختي غادي كما كشيني كنسقيو الروجيتا ديالنا. ها هي غادي نغطيوها وخليوها تبرد ليله كامله ومن بعد في الصباح باش ان شاء الله كنحطوها الطبيسي ديالنا بعدا لان كتبغي تشرب مزيان داك السيرو كيشرب. ها هو كما كتشوفي ها هي ايوا الصحه والعافيه. هذه هي الطريقه ديال الروجيتا الشرايبو بالبصله والهرسك الحلوه ديالنا. وان شاء الله نخليوها تبرد ونقدموها لك وتشوفها ان شاء الله كيف الطريقه ديال الفيديو ديالنا النهائيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله مع البكلاوه. وشكرا وديروا اللايك ليس امرا ولكن فضلا وشكرا. اختي انت كما كتشوفي هذه الطريقه النهائيه ديال الروجيتشا ديالنا الحلوه. الروجيتشا شميش الروجيتشا هي كتب على طريقه الروجيتشا. شنو هي الروجيتشا؟ هي الروجيتشا هي الورده العربيه من انها هي الطريقه ديالها هي كيف كيف كيبغاها. ها هي القرمشه حنا كنديروها مقرمشه لان كتجي زوينه طيبه زوينه ما كتبقاش ديك الورقه خضراء وداك المقادير ديال الكركاع الطحون والمقادير باش تكون زوينه حتى هي. وفي اللي رجع لك كتكون بيضاء وفي اللي كتبغيها صفراء كاع. ولكن انا ما كنبغيش داك الصفراء كنبغي انا والدراري كنبغيها تكون مقرمشه. القرمشه زوينه كتشرب معها تاي مع القهوه تيمونه تخدت لك شويه الليمون هنايا ها هو حدا الليمون. ايوا وان شاء الله يكون العيد ديالكم عيد يدخلنا وعليكم الصحه عيد الفطر هذا السعيد ان شاء الله. وانتم وليداتكم تكونوا بخير وعلى خير ديما ناشطين وفرحانين والله يشافينا ويشافي جميع المسلمين ان شاء الله في انحاء العالم. ومهاجرين الاخوان المهاجرين انا تنكرر ونكرر في الفيديوهات ديالي كلهم تنسلم عليهم بزاف والله يشوف من حالهم والله يجيبهم والديهم لعائلتهم وليداتهم بخير وعلى خير ان شاء الله. تحيه كبيره لكم وعاود نكرر لكم مبروك العواشر مبروك العواشر. وان شاء الله يدخلنا دعي بالصحه والعافيه يا ربي ويزيل عنا هذا الوباء هذا البلاء هذا الوباء ان شاء الله بخير وعلى خير. يزيل علينا الله ان شاء الله يحفظنا ويشافينا ونكونوا 5-5 ان شاء الله. وعيد مبارك سعيد وبقاو معنا ان شاء الله الفيديو الاخر ندير لكم البكلاوه في البوسنه في سراييفو ان شاء الله.